بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ما هو إلا عبارة عن نصيحة. نصيحة للناس الغلبانة، الناس التعبانة، الناس اللي بتشقى، الناس اللي هي محتاجة. وللأسف في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتعيشها البلاد العربية وخاصة مصر، من فقر وبطالة وعنوسة وغلاء في المعيشة، غلاء في الأسعار، انعدام الدواء، الكلام ده كله في ظل الظروف ديت واللي الناس بتعاني فيها، للأسف في ناس من أبناء جلدتنا بيستغلوا الظروف ديت علشان يعملوا فلوس على حساب الغلابة. بيستغلوا طيبة الناس ديت وفقرهم، وممكن أقول مثلا جزء من الجهل، بأنهم يروجوا لهم حاجات أو يروجوا لهم حاجات يعملوا منها فلوس على حسابهم ويلعبوا على عواطفهم. الشعب العربي عموما وخاصة الشعب المصري دايما بيتعامل بالعاطفة. يعني الشخص المصري لو أنت مديون له بفلوس وخدته وطبطبت عليه ممكن ينسى ان له فلوس عندك، وممكن حتى يسامحك فيها، مش غباء ولكن طيبة. لكن الطيبة مصيبة في بعض الاحيان. انا وصلني فيديو امبارح على الواتساب من شخص عزيز عليا، بيقول لي اتفرج على الفيديو ده، الفيديو ده خطير، هيغير مجرى حياتك، هيخليك سعيد مع اولادك، مع زوجتك، في شغلك، هيخليك مبسوط، هيطلع القوة الكامنة من داخلك، وهتلاقي وظيفة، وهتلاقي كذا، وهتبقى تعيش حلمك، وهتتفسح وتلف، والكلام اللي هو اللي مر علينا كتير قبل كده. فأنا طبعا قلت له طب قول لي الحكاية الفيديو، لأن الفيديو شكله طويل وأنا بصراحة ما عنديش وقت أتفرج على الفيديوهات دي، وبالذات لما أكون على الطريق وعلى التليفون. فقال لي لا اتفرج عليه لانك لازم تسمع الكلام ولازم كذا كذا. فانا بعت له قلت له الفيديو ده فيه كذا، لان لو فيه كذا يبقى الراجل ده نصاب. فهو طبعا استغرب ورن عليا وقال لي انت عرفت ازاي ان فيه كذا؟ قبل ما اقول لك انا قلت له فيه ايه وعرفت ان هو نصب اصلا من غير ما اتفرج على الفيديو، خليني بس اقول لك مشكله تانية الناس بتقع فيها في مصر، حاجه اسمها اللي هي بيراميد سكيم. دي منتشرة جدا دلوقتي في الدول العربية ومنتشرة في مصر. البيراميد سكيم ديت اللي هي التشكيل الهرمي، يجي واحد يقول لك مثلا عندي وظيفة لك أو لقيت لك وظيفة معينة، لكن عشان تلتحق بالوظيفة ديت لازم تشتري باكس معينة أو برودكت معين أو بضاعة معينة. خليني بس أقول لك حاجة باختصار لأن الموضوع طويل وأنا مش عايز أطول عليك. البضاعة اللي أنت بتشتريها ديت في حاجتين اتنين لازم تعرفهم عن الشركات ديت. البضاعة اللي انت بتشتريها اولا بضاعة ما بتمشيش في السوق وبيحاولوا يروجوها او يروجوها بنظام اللي هو السكيم اللي هو البيراميد سكيم او النظام الهرمي ده او الهرمي اللي هما بيقولوا عليه ده. الحاجة التانية سعر المنتج ده بره في الشارع اقل بكتير جدا من سعر الشركة، فبالتالي انت بتخسر فلوسك. وحكاية ان انت هتجيب اهلك وكلام من ده هتعمل مشاكل معاهم، لان يعني سمعنا عن حوادث كتير جدا بتحصل، ان اول ما بيطلب منك يقول لك هات قرايبك، بيكتر لك الناس، يعني يقول لك كل ما بتجيب بتاخد نسبه، وكل ما يبقى يجيب واحد يبقى انت المانجر بتاعه والمدير بتاعه وهكذا. طبعا اللي سمع الموضوع ده عارف الحكايه، لكن اللي ما سمعش الموضوع ده، اي واحد يعرض عليك وظيفه بحيث ان انت تشتري منه بضاعه سيبك منه على طول، ده نصاب ونصب واحتيال، تمام؟ بيقولوا عليها النظام الهرمي او البيراميد سكيم. نرجع لموضوع الفيديو تاني، لان انتشر بصراحه وبيجي بشكل مهذب، وتلاقي الانسان محترم ولابس جرافات غالي وجاكيت او بليزر غالي او بدله غاليه ومسشور شعره ومظبط نفسه وعنده ديكور، وبعدين يبدا يعرض لك مجموعه صور ان هو حقق احلامه، انه بيعمل دايفنج في شرم الشيخ وبيتفسح في نيويورك وباريس وفي طوكيو والموضوع هونولولو والكلام الكبير ده كله. انا اقول لك حاجه اللي انا قلتها لصاحبي بعتها له اقولها لك، اتفرج على الفيديو براحتك، اعتقد في الشخص ما تعتقد، لكن اذا لقيت في حاجه واحده في الفيديو ده هو تعرف على طول ان الشخص ده نصاب. قبل ما اقول لك ايه هرجع لك تاني اقول لك البيراميدز دول الشركات دي بتعمل فلوس من ايه، وما يغركش ان انت بتروح ويقابلك واحد اجنبي لابس جرافات واخد بالك وقاعد ومحترم وتحس ان ده في اجانب، ده الشركه كبيره اجنبيه وكلام. الناس الاجانب اللي انت بتشوفهم في الدول العربيه دول بثلاثه تعريفه بره، ما عندهمش وظيفه، ما عندهمش شغل، وبينزلوا يرسموا عليك هناك. صدقني دول منهم كتير موجودين هنا. انا قابلت شخصيه امريكيه، بنت امريكيه قابلتها في معهد بتدرس لغه انجليزيه في دوله اوروبيه ما بتتكلمش اللغه الانجليزيه، وتعرفت عليها وبدانا نتكلم وعرفت ان هي اصلا ما عندهاش شغل في امريكا، عاطله في امريكا، حتى ما خلصتش الهاي سكول بتاعها اللي هي المدارس الثانويه، وحاليا بتدرس لغه انجليزيه علشان فقط هي امريكيه، والناس يعتقدوا ان هي كبيره جدا وبتاخد راتب بسم الله ما شاء الله عليه. فما يغركش الناس لما تروح شركه
وتلاقي فيه اجانب ولابسين جرافطات وشكلهم شعرهم سبس وحلوين وبنت لابسه قصير والكلام ده، ما يغركش الكلام ده كل العالم دي بثلاثه تعريفه بره ما لهمش اي 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 يعني، دول بيضحكوا عليك من الاخر عشان ما نكترش في الموضوع. تاني اقفز تاني الموضوع الفيديو، اتفرج على اي فيديو، اتفرج على اي فيديو براحتك، اعتقد في الشخص ما تعتقد، لكن اذا لقيت في اخر الفيديو جري الفيديو كده في الاول جريه للاخر، اذا لقيت في اخر الفيديو بيبيع لك حاجه او بيقول لك اشترك في ويب سايت معين وادفع فلوس او اشترك من او اشتري مني برنامج معين او اشتري مني كورس معين او اعمل اي كلام من ده، تعرف انه نصاب. فلوس الشركات اللي هي بتستعمل البيراميد سكيم، فلوس الشركات ديت بتيجي من دخل البضاعه اللي بتنباع، يعني دخل الشركة بيجي من البضاعة اللي انت بتبيعها، اللي انت بتقعد بعد ما تجيب قرايبك بعد كده مش هتلاقي حد يتدخله، وبعد كده تحس ان انت خسرت فلوسك وخسرت اصحابك وخسرت اهلك وتبدأ المشاكل وتقول يا ريتني ما عملت الكلام ده. نفس النظام على الناس اللي بتحط فيديوهات ديات وتقول لك انا هخليك سعيد، هخليك مبسوط، هخليك تحقق حلم وكلام، انت نفسك هتقول لي يا عم ازاي ده الراجل محترم وبيتكلم بالدين والمش عارف بالقران او بيتكلم بحقائق ومش عارف الكلام من ده ومصور فوهن لولو ومصور. انت نفسك لو رحت فندق في شرم الشيخ او فندق في الغردقه او في اي فندق كويس وخدت صوره في السويمنج بول او حمام السباحه وخدت صوره وانت بتعمل دايفنج او غوص او بتعمل كذا كذا ونشرتها للناس، قلت للناس ده انا غني وبحقق كذا وعندي سياره كذا وخدت صوره جنب سياره مرسيدس وبي ام دبليو بتاع واحد صاحبك، الناس هتصدقك، في ناس غلابه كتير هتصدقك. انا ما بقولش ان الناس ديت المعلومات اللي بتقولها غلط، المعلومات بص ما فيش حد يخليك سعيد غير ربنا اولا، عشان تكون عارف حدش يخليك سعيد غير ربنا وانت. الكلام اللي هقوله كله كلام فلسفي، انا مش عايز طبعا اقول اسم الراجل اللي هو صاحب الفيديو لان انا اصلا مش فاكره، مش هيفرق، مش هتفرق اذا كان اسمه ابراهيم علي محمد السيد، لان ممكن ده ينتهي ويجي واحد تاني غيره. اي واحد بيبيع لك حاجه بحيث يقول لك سعاده، هتلاقي وظيفه، مفيش حاجه هتخليك غني بسرعه غير العمل الهارد او العمل الصعب. للاسف احنا عندنا نقطه في بلادنا العربيه ودي فعلا مضايقاني وبتضايق ناس كتير، لما بنيجي نديك معلومه بالمجاني بتحس انها ان هي ملهاش قيمه، لكن لما واحد يجي يضحك عليك ويقول لك ادفع فلوس بتروح تدفع مفكر ان هو صح. احنا عملنا فيديوهات قبل كده ومش هقول لك الفيديوهات دي فين لان الموضوع لا يتعلق لا بيا ولا بالجروب بتاعي ولا بجروب فلان ولا بصفحه فلان ولا باسم فلان، الموضوع يتعلق بيك انت. اذا هتدفع فلوس قبل ما تدفع فلوس لازم تخش على النت. جوجل دلوقتي صديق الجميع، صديق الماليين، خش ابحث اسال، ما بتدفعش فلوس وتفكر ان هو هيديك سعاده. يعني هتقول لك انا اصله هيخليني سعيد مع مراتي، هيخليني سعيد مع اولادي، هيخليني سعيد في الشغل، هيخليني سعيد، هو هيخليك هديك ايه؟ هو هيديك ايه؟ هو مش نبي، هو شويه كلام بياخدهم من هنا هنا وبيعهم لك. هو بيقول لك انا عندي 1 مليون مشترك او 2 مليون مشترك، 2 مليون مشترك دول لما يبيع لك حاجه ب 40 باوند او ب 40 دولار او ب 50 دولار، شوف هو يعمل كام؟ فوق 2 مليون 3 دولار 3 مليون دولار. هو لو هو فعلا غني وهو مبسوط وحب يديك خدمه وحب يخليك سعيد هدالك بلاش 30 باوند 30 دولار ولا 50 دولار، دي في ايه معاك؟ كل الكورس اللي هو بيعمله مش هيكلف اي حاجه، كل الكورس اللي هو بيعمله مش هيكلف اي حاجه، كلفه حاجه بسيطه. فهو لو فعلا عايز يخليك سعيد وعايز يخليك مبسوط وعايز يديك خدمه هيديها لك ببلاش. فرجاء رجاء خد بالك من الحاجات دي كلها وما توقعش ضحيه واحد يقول لك عندي وظيفه وتعالى بس لازم تشتري كذا وتعمل كذا، او واحد يحط لك فيديو يقول لك هتدفع بس 20 دولار او 30 دولار وخليك سعيد وخليك غني وخليك حقق احلامك واعمل كذا وطلع الطاقه الكامله جواك والكلام ده كله، الكلام ده كله ضحك على الدول. وللاسف بيستغلوا طيبه الشعوب العربيه وبعض نسبه الجهل اللي موجوده فيها. فريد نحرص من الموضوع دوت، واتمنى لو الفيديو ده عجبك او حسيت ان في حاجه تمس او تنفع حد صاحبك يا ريت تعمل له مشاركه. واشكركم على الاستماع واتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.